هاي، كيفكم يا حلوين؟ كيفكم يا كيجي؟ أنا مس هنا، كتير اشتقت لكم، كتير 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 بحبكم. اليوم أنا وياكم رح نتعلم شي جديد، رح نتعلم مكونات العدد 8 والجمع ضمن العدد 8. بس قبل هيك، صديقنا ذات البيبيون الجميلة هاي والقطة جايين لحتى يذكرونا بالجمع ضمن العدد 6 و7. كلكم هلأ معي رح تساعدوني بالمسائل التالية. هيا يا صغيري، جد ناتج الجمع فيما يلي. رح تساعدوني بهاي المسائل مع بعض لحتى نحلها وتكونوا كتير شاطرين. جاهزين؟ يا عيني، برافو. يلا مع بعض، تقدروا تستعملوا أصابعكم كمان، هي رح تساعدكم. 4 + 2 يساوي، في حدا شاطر رح يحكي هلأ لماما ناتج جمع المسألة 4 + 2؟ يلا مع بعض، 4 + 2 4، 5 6. أحسنتم رائعين، إذن الإجابة هي 6. برافو. طيب نيجي لهاي المسألة، يلا 5 + 1. يلا على الإيد الأولى 5، 5 أصابع بنرفعهم، والإيد الثانية أصبع واحد بنرفعه من ضب الباقيين. 5 + 1، إذن 6. أحسنتم رائعين، مين الشاطر اللي حكى لماما 6؟ برافو. نيجي للمسألة التالية، 4 + 3 يساوي، يلا مع بعض بشكل سريع، 4 أصابع + 3 أصابع، أحسنتم، 4 5 6 7، إذا الإجابة هي 7، هل هي 7؟ نعم. أما المسألة التالية، 7 + 0 يساوي ماذا؟ من يعرف؟ هل الإجابة 5 أم 6 أم 7؟ 7 + 0 دائما. برافو، أحسنتم رائعين، هي 7. أنا كتير 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 بحبكم، وكتير مبسوطة إنكم شاطرين، بتقدروا تجمعوا بشكل كتير حلو وممتع كمان. إذن اليوم أنا وياكم هدفنا من درسنا إنه نعرف مكونات العدد 8، وإنه نجمع ضمن العدد 8، نمثل عملية الجمع بشكل مجرد بالأعداد، أو حتى كمان نقدر بالأشكال وبأصابعنا الحلوين نقدر كمان نتذكر شو هي مكونات العدد 8 هلأ لما ناخدها. إذن هيا يا صغيري، بدنا نوزع الحبات البشار هاي، البوب كورن، كلياتنا بنحب البوب كورن صح؟ في علبة هون تحمل العدد 8، هاي العلبة بدها تاخد بس مكونات العدد 8 وتحط هون، نوزع هون حبات البوب كورن على المجموعتين اللي هون، الدائرتين. طيب هون مطلوب مني أحط 4 حبات، وهون 4 حبات، رح تساعدوني؟ يلا أنا وياكم هلأ. برافو، هي أول حبة، الثانية، الثالثة،
الرابعة. أحسنتم، صاروا 4. يلا هون كمان، أنت ياكم تساعدوني. 1 2 3 4. أحسنتم، إذن 4 حبات. يلا نجمعهم أنا وياكم. 1 2 3 4 5 6 7 8. أحسنتم، إذا أنا وزعت بالمجموعة الأولى 4، بالمجموعة الثانية 4، لحتى صاروا عندي 8 حبات ضفتهم للعلبة اللي حاملة العدد 8. برافو، أحسنتم. يلا هلأ بالعلبة هاي كمان حامل العدد 8. واو، يلا بالمجموعة الأولى راح أحط 5 حبات. معاي؟ رح تساعدوني. 1 2 3 4 5. أحسنتم، رائعين. أما هنا راح أضيف، قديش لازم أضيف بالمجموعة هاي لحتى يصير مجموع الحبات هو 8؟ احذروا معي، احذروا 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 معي. أيوة، فكروا أكثر. أحسنتم، ثلاث حبات مع بعض. برافو، 1 2 3. أحسنتم، أنا كتير بنبسط لما تكونوا مركزين وعم بتساعدوني بالحل. برافو عليكم. العلبة كمان حاملة رقم 8، بس هالمرة بالمجموعة الأولى رح نحط عدد اللي هو 6. ارفعوا 6 أصابع معي، ارفعوا 6 أصابع وضبوا الباقيين. بدي أنا وياكم نحاول نكمل على العدد 8 مع 6. يلا ارفعوا 6، ارفعوا كمان أصبع صاروا 7، كمان أصبع صاروا 8 أصابع. تقدروا ترجعوا تتأكدوا من أصابعكم وتعدوهم لحتى تتأكدوا إنه 6 و2 بصير عندي 8. إذا 6 أصابع رفعتهم وزدت عليهم كمان أصبعين صاروا 8 أصابع. أحسنتم. أما هنا رح تكونوا كتير شاطرين إذا عرفتوا 7 أصابع وإذا زدت عليهم كمان أصبع. قديش بيصيروا؟ 7 و1 يساوي 8. أحسنتم، أبدعتم جميعا. أو كمان 8، وقديش بيصير 8؟ فكروا كتير منيح، 8 زائد شو بيعطيني العدد 8؟ 8 زائد 0. أحسنتم، رائعين، أبدعتم. إذن يا حلوين، مكونات العدد 8، مكونات العدد 8 هي 8 زائد 0 بتعطيني 8، و7 زائد 1 بتعطيني 8. برافو. 6 زائد 2 تعطيني 8، و5 زائد 3 بتعطيني 8، و4 زائد 4 كمان بيعطيني العدد 8. رائعين. أوكي، أنا وياكم هلأ يا ريتنا إحنا هلأ بالمدرسة لحتى نحل مع بعض هاي الأمثلة وهاي المسائل. إن شاء الله عن قريب بنطلع من هذا الشيء اللي إحنا فيه، وبتعملوا كل شيء بتحبوه، وبنشوفكم وبندرس مع بعض كل شيء. أجد ناتج الجمع كما في المثال، المثال اللي هو 8 زائد 0 يساوي 8. أحسنتم، كل عدد زائد 0 بيكون نفس العدد. رائعين.
طيب هلا بدي منكم تجمعوا معي 7 زائد 1 يساوي 8. أنا رح آخذ قلمي وأكتب ناتج الجمع 7 زائد 1. ساعدوني، 7 زائد 1 يساوي ماذا؟ ماذا؟ نعم أحسنتم، 8. خطكم أكيد أحلى من خطي. أحسنتم، تقدروا تكتبوها على الهواء، بتقدروا تجيبوا ورقة وقلم كمان تكتبوها، رائعين. 6 زائد 2. نعم أحسنتم، 8. رائعين، أبدعتم. أما 5 زائد 3، اجمعوا معي 5 6 7 8. أحسنتم، 8. 4 زائد 4 يساوي ماذا؟ يساوي العدد 4. اجمعوا 4 5 6 7 8. دائما ارفعوا أصابعكم، أحسنتم، رائعين، أبدعتم، كتير مميزين أنتو، لأنكم تجمعوا بشكل كتير حلو وصحيح. إذا بدي أطلب منكم طلب كتير صغير، أجد ناتج الجمع كما في المثال. عندنا مجموعة من المسائل، بتمنى منكم الرجاء كتابة هذه المسائل على ورقة في المنزل ومحاولة إيجاد ناتجها. بدي منكم تكتبوا، تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا على هاي الورقة هاي المسائل اللي موجودة قدامكم اللي رح تساعدنا على إن نحط ناتجها. جمعكم المميز بأصابعكم، رح تحطوا هاي المسائل كلها أو على الأقل مسألتين منها، تكتبوهم وتجمعوا مع بعض وتحطوا الناتج وتصوروا لنا هاي الورقة الحلوة. تصوروها وانتو حاطين الناتج على ايديكم، او انتو كاتبين الناتج، او انتو بتمثلوا الناتج على ايديكم، وتبعتوا لنا اياها على جروبنا المميز. تعرفوا اكيد انا كتير 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 بحبكم، بتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس، وبتمنى انكم تكونوا ما بتغلبوا ماما بالبيت. بحبكم كتير يا كيجي، باي باي حبايبي.